لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. استغرب من شغلة، تلقاه مريض بالعناية المركزة ويوقفون علاجه، تلقاه مريض وبغرفة العمليات يوقفون علاجه. يعني ما تخافون من الله؟ ليش؟ هذا كويتي ما حد له فضل عليه، الفضل لله ثم الدستور الكويت اللي كفل حقوقه تيله ليه مكانه. يعني ليه متى الواحد يحكي لا حياة لمن تنادي، أنا كويتي ولد الكويت قاعد تعالجني دولة الإمارات جزاهم الله ألف خير. هذه ما هي جديدة على شيوخ الإمارات عسى الله يطول لي عمرهم، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد أبو خالد جزاك الله ألف ألف خير إنك وقفت معاي هالوقفة اللي ما راح أنساها طول حياتي، ولا راح ينسونها الكويت ولا جمهور الكويت، إن في يوم الأيام وقفت مع ولدهم ولد الديرة في علاجه. جزاك الله ألف خير يا أبو خالد والشيخ ناصر المحمد أبو صباح الله يطول لي عمره اللي عمره ما نساني. الله يواليك العافية أبو صباح، وهذه ما هي جديدة عليك يا طويل العمر. جزاك الله ألف ألف بشكر الشيخ نايف جابر الأحمد بركان على وقفته معاي وعلى سؤاله عني كل أسبوع. جزاك الله ألف خير يا بركان، وهذه ما هي جديدة عليك يا ولد أمير الغلو. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. إصابة الفنان الكويتي خالد العقروقة بثلاث أورام خبيثة. أكد الفنان الكويتي خالد العقروقة الشهير بولد الديرة عودة السرطان إليه مجددا، حيث تم الكشف عن إصابته بثلاثة أورام خبيثة في القولون والكتف والظهر. ووفق وسائل إعلام محلية قال العقروقة إنه يعيش حاليا على المسكنات في انتظار قبول طلب علاجه في الخارج، وأضاف أملي بالله كبير بأن الأمور ستكون طيبة، ولا يسعني سوى القول الحمد لله في السراء والضراء، فأنا أعتبر الدواء مجرد تحصيل حاصل، ومؤمن بأن العلاج الصحيح يأتي من خلال الثقة بالله، فهو من ابتلانا وهو من يعافينا. كان الفنان الكويتي أعلن شفاءه من السرطان الذي سبق وعانى منه في عام 2015. ولد الديرة أو الفنان الكويتي خالد العقروقة لم يمهله القدر سنوات قليلة منذ إعلانه تعافيه من مرض السرطان في عام 2015، حتى عاودته الآلام مرة أخرى وجعلته يركض بين الحياة والموت في المستشفى. يركض الفنان خالد العقروقة الشهير بولد الديرة حاليا في مركز حسين مكي لعلاج الأورام بعد تعرضه لأزمة صحية حرجة نقل بسببها إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية في مستشفى جابر الأحمد اكتشف ولد الديرة عودة مرض السرطان إلى جسده مرة أخرى ليقدم طلب بالسفر للعلاج في الخارج. الحمد لله كشفت إشاعة الطب النووي إصابتي بثلاثة أورام خبيثة سرطانية في القولون والكتف والظهر، هكذا يروي ولد الديرة الفنان خالد العقروقة تفاصيل مرضه وحالته الصحية. وقال ولد الديرة حاليا أعيش على المسكنات حتى قبول طلب علاجي بالخارج، أنا بعتبر الدواء تحصيل حاصل ومؤمن أن العلاج يأتي بالثقة في الله. وقام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء إلى ولد الديرة متمنيين له الشفاء، مع مطالبات من الحكومة والدولة الكويتية بإنهاء إجراءات علاجه في الخارج. في عام 2009 اكتشف الفنان خالد العقروقة الشهير بولد الديرة إصابته بمرض سرطان القولون، وأرسل للعلاج في المستشفى الأمريكي في تايلاند
في بداية رحلة علاج ولد الديرة، تحملت وزارة الصحة الكويتية تكاليف علاجه، حتى تكفل سمو الشيخ محمد بن زايد حاكم دولة الإمارات حفظه الله بمصاريف علاجه لسنوات عديدة ومراقبة حالته الصحية باهتمام بالغ. في أبريل 2015 عاد ولد الديرة إلى الكويت بعد رحلة علاج دامت 6 سنوات وسط استقبال كبير في المطار لحظة وصوله، وقام ولد الديرة بكتابة قصيدة باللهجة الكويتية وهو على فراش المرض سماها وصية ولد الديرة. ولد الديرة اسمه الحقيقي خالد راشد سعيد العقروقة، من مواليد منطقة الدسمة في الكويت. ولد الديرة وهو شقيق الممثل الراحل محمد راشد العقروقة، وتوسعت شهرته بعد تقديم عدد من المسرحيات مع الكاتب المسرحي الكويتي محمد الرشود، مثل الأولاكي والكرم دورة وبشت المدير. وظهر ولد الديرة في التلفزيون في الكثير من الأعمال الناجحة، مثل البرنامج المنوع خذ وخل مع النجمان داود حسين وانتصار الشراح، وشارك في مسلسلين مع الفنان النجم عبدالله الحبيل وهما رجل سنة 60 والمسلسل الكوميدي صالح تحت التدريب. من مواليد دولة الكويت في عام 1967، وولد الديرة بالتحديد في 5 من شهر مارس، وبذلك فإنه يبلغ من العمر 57 عاما، وبدأ حياته العملية في عام 1985 وشارك في العديد من الأعمال الفنية. ينتمي الفنان الكويتي إلى عوائل العين بالكويت، وهي من العائلات التي تتبع معظمها المذهب الشيعي. فعوائل العيم تنقسم إلى قسمين، الأول الحساوية والثاني البحارنة، وينتمي الفنان إلى القسم الأول، وتشير كافة المعلومات إلى أنه يعتنق المذهب الشيعي. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، أتمنى يكون الفيديو نال أعجاب حضراتكم. شكرا ليكم على حسن المتابعة، استنونا الفيديو الجاي إن شاء الله. أترككم في رعاية الله دائما، والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.